صباح الخيرات والمسرات. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نحضروا معا اون كورون ولا موسكوتشو ولا اون جينواز، سميوها كيما حبيتو، ولكن هي حاجه بنينه سهله في التحضير، مقاديرها بزاف بسيطه. ندوزو للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. بداية بزاف سهلة، عندي 3 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، ولكن شوفوا لي البيض تاعي وشحال صغير، دونك حندير 4، ولكن إذا كان متوسط إلى كبير 3 حيكونوا كافيين. ندير عليه رشة تاع الملح ونضيف عليه بالتمام 12 مغرفة تاع السكر، ما يكونوش بزاف بومبي، ونضرب. المزيج ديالي راهو هايل، نجي مباشرة ونضيف عليه 12 مغرفة تاع الحليب، يكون أكيد بدرجة حرارة المطبخ. ودوكا نجوزو باش نضيفو الزيت، وعندي من الزيت كيف كيف 12 مغرفة، نديرهم بالتدريج. المزيج ديالي راهو هايل، نجي مباشرة ونضيفو الفرينة، وحاولوا تستعملوا نفس الملعقة باش المقادير تكون مضبوطة، وندير 12 المغرفة. بسم الله. هكذا هي 12 المغرفة، نضيف معاهم كيس ونصف تاع الخمارة، اوب هكذا هي، ونجي ونضيف 2 مغارف تاع النشا، حيعطوني بياض وحيعطوني خفة هايلة. هكذا بيان سور ندير كيس تاع لافاني، هوب. ودوكا ناخد ان فوي مانيوال وندخل هذا المزيج غير بالعقل، دونك فوالا. هكذا مازال خصوني 2 مغارف تاع النشا، هكذا 1 2. المزيج كيما راكو تشوفو كريمي هايل، نجي ونضيف شويه تاع لوزاز تاع ليمون، بما انني حنستعمل مغرفه تاع لو جو سيترون، هاد الليمون العصير مغرفة، تقدر تكون بكل بساطة مغرفة تاع الخل، ولكن الليمون يعطر. هكذا اون كويير مليحة معمرة حتكون إضافة رائعة. هكذا ندخلها ونجيب المول تاعي اللي راه واجد، الناس اللي حبت ديرها في سنيوة تاع 30 على 25 تقدر، والناس اللي حبت دير كيما انا اون كورون، ما عليها غير تدهنها وترشها بالفرينة. الكيك ديالي راه واجد كيما راكم تشوفوا، شوفوا لي الخفه تاعو يعني رهيبه، دوكا كي طاب وبرد تماما. واش نديرو الناس اللي حبت دير لا جولي لها ذلك، الناس اللي حبت تخلي هكذا بصحتها، الناس اللي حبت دير المعجون شوكولاته تارتيني كيما هنا عندي تخاليني بيستاش كان قعد لي من عيد، قلت نستغلو.
الكيك تاع نهار اليوم ولا لا كورون ديرو كيما حبيتو، تقدروا ديرو في ان بلاتو يكون مربع، دونك جا اكثر من رائع. وصفه اقتصاديه صدقوني ما فيها والو، 3 بيضات شويه زيت وشويه حليب، وخففناها بهذوك الزوج مغارف تاع النشا والاضافه تاع الليمون، كانوا فريمون في بلاصتهم. دونك طيبتها على 160 درجه وما شعلتلهاش من الفوق، طابت من الاسفل ومن الفوق بلا ما نشعلها لا غري. دونك النتيجه تاعها راهي تشهي، راهي قدامكم، توجد غير في وقفه، واذا جربتوها تفرحوا بزاف بزاف. انا درت لها من الفوق شويه تاع لو بخاليني بيستاش مع شويه تاع البيستاش كونكاسي، تقدروا ديروا معجون المشماش ولا لا جولي، كاوكاو محمس، واش ما درتو حيجي هايل. اش تقولوا فيها؟ نشوفوا النتيجه عن قرب. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم لاقت بكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.